السلام عليكم. هذه الايام راج واحد الاوديو منسوب للاخت برلمانيه تابعه لحزب العداله والتنميه، وهذا الاوديو ضمن واحد المجموعه من الامور خطيره وراج بواحد الشكل كبير وتار اهتمام وتار نقاش، لانه المعنيه بالامر كتكلم فيه على انه كان عندها قضيه، يعني متابعه في قضيه ما، وكتذكر شي واحد بانه اختها البرلمانيه دخلت لصريحه، وكذلك دخل سعد الدين العثماني رئيس الحكومه، ودخلت سي انكيران وش واحد من الاقسام. وما يمكنش هاد الاوديو بحال الشكل هذا انه يفوت بلا ما يثير هاد التساؤلات وبعض المرات الاستنكارات، وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات مختلفه كالنار في الهشيم. وطبعا كان ضروري انه المعنيين بالامر اللي تذكروا في ذاك الاوديو انهم يتدخلوا وينكروا او ينفيوا داك الشيء اللي كاين. فالبرلمانيه دخلت في تدوينة لها كتقول بانه هذاك الشيء ما كاين شيء نهائيا، ما دخلتش عند الوكيل وما دخلتش واحد، ورئيس الحكومه ما فراسوش شيء وما عندهاش علاقه بهذا الشيء. طبعا البرلمانيه خصها تعقب وخصها تخرج للراي العام. كذلك دار السيد رئيس الحكومه السيد سعد الدين العثماني عن طريق موظف له في الديوان بانه انكر داك الشيء. طبعا هذا الشيء كنقدروه وكنحترموه، ولكن لابد ان نوقفوا عند هذا الحدث. وانا شخصيا انا كنحترم حزب العداله والتنميه، واحترم كثيرا الاستاذ عبد الاله بن كيران، هذا اختيار ديالي انا. ولكن مؤخرا بدات كتصدر واحد الامورات، وبقينا كنتبع واحد المسائل اللي صراحه كتسيء السمعه ديال العداله والتنميه، وما كتخليناش نشوفوها بداك المنظار اللي كنا كنشوف هذه شحال. واش مقصوده ما مقصوداش، داك الشيء مفرك مفبرك مفبرك، هذا كيبقى لكل واحد وكيفاش كيحللو. ولكن الان غادي ناخذ هذا النموذج ديال هذا الاوديو ونحللوه، وانا بالنسبه ليا انا كنعتبره مقياس اللي غادي نقيس به درجه الحراره ديال العداله والتنميه، حزب العداله والتنميه، يعني فين ساءت السمعه ديالو كما ساءت واحد المجموعه من الامورات ومجموعه من الفضائح اللي سمعناها على مناضلين ديال حزب العداله والتنميه. اقول الناس محسوبين العداله والتنميه، يعني مناضلين ديال العداله والتنميه، الناس منتمين لحزب العداله والتنميه، والكلمه اللي عطاها الحزب لراسو حزب العداله والتنميه يعني حاجه كبيره، وهي اللي خلات يمكن المواطنين انهم يلتفوا حوله وانهم يصوتوا عليه لولايتين باش يكون الامين العام ديالو رئيس الحكومه. هادشي ماشي سهل، باش تكون في القمه وتطيح راه ماشي بحال اللي كيطيح من دوزيام ايطاج من الطبق الثاني للطبق الثالث. فهاد القضيه خلينا نتسائلوا خلينا نحلوا. البرلماني ولا رئيس الحكومه انفاو داك الشيء اللي جاو اللي جا في الاوديو، ولكن ما نفاوش وما قدرش يقولوا بانه هذاك الاوديو ماشي نتاع خوت البرلمان، بمعنى انه ضمنيا كياكدوا بانه هذاك صادر على خوت برلماني. مزيان، اذا هنا غادي نوقفوا وغادي نتسالوا. اولا شكون سرب ذاك الاوديو؟ لان كاين قانون اللي كينظم هادشي. هذه باينه كتهضر بثقه، كتهضر بالزربه، كتهضر مع شي واحد اللي قريب ليها. اذا واش هذا اللي قريب ليها خان الامانه وسرب الاوديو، او شي جهه مؤسسه معينه هي اللي سربات هذا الاوديو للمساس بالعداله والتنميه؟ هذا سؤال عريض خصنا نجاوب عليه. ثانيا هاد السيدة اللي كتكلم كتكلم بواحد الثقة، ثقة 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 ثقة، ويعني داك الشيء كتقول عادي عادي، على أنه راها مينا اتصلت بالوكيل، مينا اتصلت بالوكيل. وأنا صراحة أنا شخصيا كنتسائل يعني واش فعلا كاين هاد المسألة ديال أنه الإنسان يتصل بالوكيل ولا يتصل بالقاضي ولا يتصل بفلان وفلان من أجل يعني كذا ولا كذا، ولا من أجل يعني انه نشوفوا هذا السيد ولا نشوفوا هذا السيد، واش هادشي كاين مع مجموعه من التسريبات، يعني فيديوهات اللي تسربوا من قبل
واللي كان كيكشفوا بانه كان معاملات فيما يخص بعض القضايا. طبعا هذا الشيء كيطرح القضاء على مستوى كبيره ويطرح يعني عده اسئله. وحنا كنبغيو دائما القضاء يكون نزيه ونجتهد على انه القضاء يكون نزيه. اذا كتكلم بشكل تلقائي مينا دخلت الوكيل وحتى ثمان راس الحكومه طاسب الوكيل والتاسيب الكيران طاسب الوكيل. احنا بالفعل احنا المجتمع ديالنا بدينا هذه القضيه ديال المعرفه بدينا كنشوفها عادي. راه انا فاش كنا خلا راسي فاش كنا صغار كنا حشومه شي واحد يبين بانه عنده شي معرفه تدخل له. اليوم كنفتاخروا شو واحد يكون عنده الكتاف يفتاخر بانه عندي فلان ونعيط فلان كود التليفون غادي يكون في الزقاد. اذا هذا عاوتاني كطرح اكثر معنى لنا استفهام حول وضع المغرب الديمقراطيه في المغرب حقوق الانسان في المغرب. اذا هذه كتكلم عادي وكتزيد عاوتاني كتكلم على عون بانه راه داروا لي بانه اعانه موظف وراني نخرج غادي نخرج غادي الكلمه ما عقلتهاش بالضبط ولكن في زعما راه غادي تخرج عليه يعني راه دارت التهديد. هادشي كتكلم بواحد التلقائيه وشكل عادي يعني هنا كيفسر وخلينا نصدقوا على فعلا انها خرقات الحجر الصحي وانها ما رضخاتش المسؤول ولا الشرطي ولا المسؤول اللي كان وقفها انها ما تعاملاش معها بشكل لائق. يعني بحال كما كنقولوا انه حس كتفها سخان يعني ما دزهاش فيه. وهذه ظواهر كنبدينا كنشوفوها. ومؤخرا اخ وزير معين حسب ما بلغنا تا هو دار نفس الشيء ولكن راه تزيروا معاه ويمكن راه معتقل حسب الاخبار اللي كتوصلنا. حنا مزيان باش هاد الامور كلها تحسوا المغاربه بانه كاين تكافؤ فرص والمغاربه كلهم سواسيه امام القانون. بغينا نخليو القضاء في مأمن هاد الامور لان العدل اساس الملك. فالسؤال غادي يطرح والاسئله كثيره غادي تطرح بمعنى انه هذه ارتكبت عده امور وخرقات القانون في عده امور دخلت رئيس الحكومه دخلت رئيس الحكومة السابق دخلت برلمانية في أمر ودخلت الوكيل. إذن هنا خص المساءلة خص التحقيق وحنا نتمنى أننا نتابع هذه الأمور بجدية ونعرفوا فين وصل التحقيق والنتائج ديالو باش نطمئنوا على أنفسنا ونطمئنوا على المؤسسات ديالنا. شكرا لانتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.